أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف 11. هذا هو الأسبوع الثاني من الفصل الثاني. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. كرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية، هذا هو عنوان درسنا. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تبين تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان، أن توضح توجيهات الإسلام لتحقيق الكرامة الإنسانية أيضاً، ومن المهم جداً أن تقدر حرص الإسلام على المحافظة على الكرامة الإنسانية. كما تلاحظ أنا أحب هذه الخريطة المفاهيمية، كرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية. ينقسم درسنا إلى محورين أساسيين. أولاً تكريم الله تعالى للإنسان، مبادئ الإسلام لتحقيق الكرامة الإنسانية. سنعطي الأمثلة الكثيرة، حيث أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، علم الله تعالى آدم الأسماء كلها، وهنا نعني أسماء الأشياء. كلف الله تعالى الإنسان بعبادته واختصه بحمل الرسالة وتبليغها. ميز الله تعالى الإنسان على سائر المخلوقات في شكله وجسمه. سخر الله تعالى للإنسان الكون وجعله خليفة في الأرض. تقوم مبادئ الإسلام لتحقيق كرامة الإنسان الحرية، تحقيق الكفاية الاقتصادية والعيش الكريم للإنسان، توفير الأمن للإنسان في نفسه وماله وعرضه، العدل، المساواة. هنا يظهر تكريم الله تعالى للإنسان من عدة أمور. قال هنا تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هنا يظهر أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم تقديرا وتكريما له، كما أن الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان في شكله وجسمه. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأيضا منحنا العقل والإرادة وحرية الاختيار والقدرة على التمييز بين الخير والشر والحق والباطل. قال تعالى: وهديناه النجدين. وزودنا الله سبحانه وتعالى بالبيان والقدرة على التعبير والإقناع. قال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. كما أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا الكون وجعلنا خلفاء في الأرض، وكلفنا بعمارتها والانتفاع المشروع فيها وبها. مبادئ تحقيق الإسلام للكرامة الإنسانية الحرية. فقد أعطانا حق اختيار الدين، ممارسة الشعائر التعبدية وفقاً لأحكام الدين، وعلينا أن نختار عملنا بما يتناسب معنا. أيضاً أعطانا الحق في التعبير وإبداء الرأي، وأيضاً سعى إلى تخليص الإنسان من الرق والعبودية وشرع الأحكام التي تنهي عن هذه الظاهرة. بعد ذلك سننتقل من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ العقل. ويتوقع منك بعد هذا الدرس أن توضح مكانة العقل في الإسلام، أن تبين مفهوم حفظ العقل، أن تعرف أبرز التوجيهات التي جاء بها الإسلام لحفظ العقل، وأيضا أن تحرص على تنمية العقل بالمعرفة والعلم. وكما يظهر أمامك في الخريطة المفاهيمية من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ العقل، سنتعرف إلى مكانة العقل، مفهوم حفظ العقل، وتوجيهات الإسلام لحفظ العقل. هنا مكانة العقل في الإسلام. ذكر الله تعالى العقل في القرآن الكريم وفي آيات كثيرة، وعبر عنه بأسماء وألفاظ متعددة، ومدح ذوي الألباب والذين يتفكرون وينظرون. وقد ورد لفظ أولو الألباب في القرآن في 16 موضعاً. أيضاً جعل الإسلام العقل أساساً للاستدلال على الله تعالى من خلال التفكير في دلائل وجود الله سبحانه وتعالى، كما أن
جعل الإسلام تكليف الإنسان منوطاً بالعقل وجوداً وعدماً، فيكون الإنسان العاقل مكلفاً بأحكام الشريعة ومسؤولاً عن تصرفاتها، أما من فقد عقله لسبب خارج إرادته فيرتفع عنه التكليف. بعد ذلك هناك الكثير من التوجيهات الإسلامية لحفظ القرآن، مثل حماية العقل ورعايته وفي أحسن حالاته وكامل قدراته. هذا عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع الثاني من الفصل الثاني. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم.